وصلت قناة شوف تيفي من مصادر مهنية بقطاع التأمين بمعلومات إن تؤكد إقدام شركات التأمين بالمغرب على توقيع اتفاقية جديدة تروم تعديل مبلغ الفرانشيز المقتطع من قيمة الفاتورة الإجمالية للضرر الذي يلحق سيارة المؤمن له جراء الوقوع في حادثة سير، حيث أكدت المصادر ذاتها أن مبلغ الفرانشيز الذي يمثل جزءا من المسؤولية التي يتحملها المؤمن له والذي كان محددا من طرف شركات التأمين في نسبة محددة تقتطع من حجم الضرر الموثق في فاتورة الإصلاح أصبح محدداً بموجب الاتفاقية الجديدة في نسبة معينة تقتطع بالاستناد لسعر وقيمة السيارة الجديدة، وهو ما سيتسبب في حرمان الزبناء الذين يتوفرون على سيارات جديدة بأسعار تصل أو تتجاوز مبلغ 20 مليون سنتيم من التعويض عن الخسائر والأضرار التي تصل أو تقل عن سقف 25 ألف درهم، باعتبار أن عملية الخصم الجديدة لمبلغ الفرانشيز أن تترك للزبون أي هامش مالي لتعويض الضرر الذي لحق سيارته الجديدة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه مصادرنا التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أنه إذا كان المؤمن له يستفيد من ضمان توغيسك وله عربة قيمتها مثلا 50 مليون سنتيم فلن تدفع له شركة التأمين أي تعويض، بحكم أن نسبة الفرانشيز أصبحت تقتطع استنادا لقيمة العربة التي عادة ما تكون مرتفعة وليس الضرر الذي يقل بكثير عن ثمن العربة. وأفادت المصادر ذاتها أن شركات التأمين التي ما فتئت تلجأ من حين لآخر إلى رفع مبلغ الفرانشيز المقتطع من فاتورة الضرر الذي يطال السيارة المعرضة لحادثة السير انتقل من 1000 إلى 2500 درهم قبل أن تلجأ إلى مقتضيات الاتفاقية الجديدة التي ستجعل هوامش استفادة المؤمن لهم من أضرار حوادث السير منعدمة أو ضئيلة جداً في حالة ما إذا كانت فاتورة إصلاح خسائر وأضرار سياراتهم جد مرتفعة. وربطت مصادرنا أسباب إقدام شركات التأمين على هذه الخطوة التي لن تكون من دون شك في مصلحة الزبناء بواقع الإحصائيات التي كشفت عنها الحصيلة المالية للشركات الفاعلة بقطاع التأمين بالمغرب، والتي تفيد بكون حجم الأضرار المالية الناجمة عن حوادث السير ببلادنا قد ارتفعت بشكل مقلق، يستدعي من هذه الشركات ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء لاحتواء الأزمة المالية التي باتت تهدد أنشطة الفاعلين بالقطاع. كما أشارت مصادرنا المهنية إلى أن أقل قيمة للسيارات السائرة حاليا على الطرقات تبلغ حوالي 180 ألف درهم، وإن اعتمد الزبون على فرانشيز 20% فمبلغ عدم الضمان والتعويض يساوي 36 ألف درهم، مع العلم أن متوسط خسائر الحوادث البسيطة والمتوسطة لا تتجاوز تكاليفها المادية 30 ألف درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة لمستوى عيش واستهلاك الموظف البسيط أو الطبقة المتوسطة التي تستعمل مثل هذه السيارات. يعني لا وجود لشيء حاليا اسمه ضمانة الأخطار المتعددة، تؤكد مصادر ذاتها.